ومع التوسع الحاصل في مجال العقارات والسياحة، بدأت بالفعل بالانتشار في إمارة الشارقة بشكل ملحوظ، والإقبال عليها أصبح أكبر بكثير من أي وقت مضى. لوكس جراند للشقق الفندقية الذي يجمع ما بين البيئتي العملية والعائلية، يتميز بموقع جغرافي استراتيجي. يعمل لوكس جراند على مدار 24 ساعة يومياً، ويوفر موظفيه على مدار اليوم لمساعدة ضيوفه على التخطيط لإقامتهم في الشقق الفندقية، ويتحدثون العديد من اللغات منها العربية والإنجليزية بالإضافة إلى الفرنسية. طبعا نحن هنا في فندق لوكس جراند يتكون من 78 غرفة مقسمة إلى غرفة وصالي وغرفتين وصالي. تفتخر لوكس جراند للشقق الفندقية بشققها المفروشة بالكامل، وذلك لتحقيق الراحة والترفيه لجميع الزوار والضيوف ورجال الأعمال. الفندق مخصص للأسر العربية ودول مجلس التعاون. الفندق بيحتوي على 78 بين غرفتين نوم صالة وغرفة وصالة وثلاث غرف وصالة. أنا عندي الفندق مجهز من كل حاجة، من اللي فيها إن الجست ما يحتاجش أي حاجة خارج الفندق. طبعاً الفندق ملائم جداً 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 لي طبعاً زي ما قلنا إنه مخصص ومحضر بكل إمكانيات إن المقيم أو النزيل إنه ما يحتاجش إنه يخرج برا الفندق. لوكس جراند للشقق الفندقية الحاصل على تقييم 5 نجوم على مستوى إمارة الشارقة، يضم العديد من المرافق منها المطعم وغرفة اللياقة البدنية وقاعة المؤتمرات وغيرها من المرافق التي تخدم زواره وسياحه. مطعم فندق لوكس جراند بيقدم أشهل بوفيهات. اليوم قدمنا لكم بوفيه بيتضمن جميع المزات اللبنانية، قدمنا متبل حمص، قدمنا فتوش، قدمنا شنكليش لبنة لوبي بالزيت ورق عنب، كما قدمنا الشوربة شوربة العدس، وقدمنا كمان المعجنات بالإضافة إلى الطبق الرئيسي. كان لدينا منسف الأوزي، وكان لدينا صيادية السمك، كمان قدمنا الرز الشرقي مع الدجاج، بالإضافة إلى الأطباق العربية والبوفيهات العربية.
تصميم غرف لوكس جراند للشقق الفندقية تصميم في غاية الدقة، حيث تحتوي غرف الضيوف في الفندق على منطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات الكابل ومطبخ ومنطقة لتناول الطعام وحمام خاص، حيث تحتوي أيضا غرف الضيوف على مكتب وغلاية خاصة. والله من لحظة دخولنا لهذا الفندق للأمانة شفنا الاستقبال، شفنا الخدمة، وشفنا الغرف بديكوراتها الجديدة والحديثة، ديكورات الحديثة ونظافة وكل شيء متوفر، ومطلبنا شيء ما وفرونا إياه. وحتين إحنا قاعدين جابونا صحن ضيافة يليق بمستوى هذا المكان. فندق لوكس جراند سمعت به من واحدة من صديقاتي، فقلت خليني أجربه جديد، خلينا أجربه. فعلاً الفندق رائع نمبر 1 من بداية الخدمة صف السيارات لغاية ما طلعنا للغرف، نظافة، استقبال ممتاز من قبل الكادر، أخلاق طيبة، نظافة الفندق، الضيافة. دخلنا للغرفة ما شاء الله الغرفة روعة روعة، مرتبة، نظافة، عطر موجود داخل الغرفة تحس فيه إنه أنت بمكان هو مكانك، هو يعني كأنه ما بيتك. خدمة موجودة أكثر، سألت عن مسبح، في مسبح في باركينج هذه الصالة، صالة الضيافة أو صالة المطعم، صالة ممتازة حجم، تنفع للمناسبات، اللي واحد يحب يسوي مناسبة تنفع المناسبات. طبيعة الأكل ما شاء الله عليه مرتب كثير حلو، أنصح كل من يعجبه يغير جو حتى لو بالويكند يجي هنا بالفندق لوكس جراند. عجبت بالفندق بصراحة، من صالات الجميلة وديكوراته وأثاثه الفاخر وغرفة الواسعة واستقبال الجيد بالنسبة للموظفين وخدمته جدا ممتازة. فأنا أنصح كل العوائل أن يقضوا الويكند، لأنه لازم واحد يغير جو بهذه الأجواء، بين فترة وأخرى يحتاج الإنسان إلى تغيير الأجواء، يعني يغير من مكانه. فمكانه جدا قريب على دبي، وهو يعني حتى قريب في منطقة النهدة، وفندق جديد نيو، هو يعني بناء حديث جدا. لذلك أنصح كل الناس والعوائل، أسعاره مناسبة جدا. Come here for the first time, and I must say it's a place worth visiting. The ambience is very nice, the food is really nice, and most importantly, my kids enjoyed the food. I would say everyone should visit this place at least once to experience the lovely ambience, the great food, and overall this is a very nice place to visit and have food with your family. It's a very nice place to visit.
This is a lovely place. We visited for the first time and my kids have thoroughly enjoyed this place. It's a lovely place for the family. The ambience is beautiful and the food is delicious. In fact, the desserts, my kids loved it. They're just happy with it. I'll definitely recommend this to my friends and family and we will definitely come back here. لوكس جراند للشقق الفندقية قيمة إضافية لثقافة ليست بجديدة شقت طريقها في سوق العقارات بالشارقة وبدأت في فتح مجالات سياحية كثيرة للإمارة. متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.